استشهاد ما لا يقل عن 10 مدنيين وجرح العشرات جراء قصف جوي روسي استهدف سوقا شعبيا في مدينة سراقب بريف إدلب، وغارة جوية على بلدة معصران بريف معرة النعمان تودي بحياة أفراد عائلة كاملة. مديرية التربية في محافظة إدلب تعلن تعليق الدوام لمدة يومين في 3 مجمعات تربوية بمدن سراقب ومعرة النعمان وكفرنبل نتيجة القصف الجوي من طائرات النظام وروسيا، والمجلس المحلي لسراقب يعلن المدينة منطقة منكوبة. خروج مركز جزرايا الطبي في ريف حلب الجنوبي عن الخدمة جراء استهدافه بغارة جوية روسية، وخروج مشفى الشهيد عدي عن الخدمة في مدينة سراقب بريف إدلب جراء استهدافه بغارة روسية مماثلة. جرح العديد من المدنيين واندلاع حرائق في الأبنية السكنية نتيجة قصف قوات النظام مدينة حرست في الغوطة الشرقية بصواريخ محملة بمادة النابلم الحارق المحرم دوليا، والذي تصنف الأمم المتحدة استخدامه كجريمة حرب. الجيش السوري الحر يعلن السيطرة على قرية أوشاغي والنقطة الاستراتيجية 915 في منطقة عفرين بعد معارك مع قوات البيدي ضمن عملية غصن الزيتون. الجيش التركي يعلن تدمير 44 هدفا للوحدات الكردية في عفرين بغارات جوية نفذتها الطائرات الليلة الماضية، ووزير الدفاع التركي يقول إن الذخائر المستخدمة في عملية غصن الزيتون محلية الصنع.